بص حبايبي، ما شاء الله ده الشكل النهائي للبطاطا بالكريم كراميل اللي معانا النهارده، والسكر المكرمل والمكسرات زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. يلا بينا بقى على احلى بطاطا، انسي المسلوقه والمشويه ويلا بينا. بس قبل ما تشوف الفيديو يا ريت لايك واشتراك في القناه لو انتوا لسه ما اشتركتوش، ويلا بينا على الوصفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكل حبيبي، يا رب تكونوا بخير. زي ما احنا شايفين كده معانا 2 كيلو بطاطا متخرطة ومتقشرة زي الفل. هننزل عليهم بكوبايتين مية وكوباية سكر ونولع عليهم النار يستووا معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده نجهز مع بعض الكريم كراميل والكراميل مع بعض. يلا حبايبي، بصوا حبايبي بدأت تغلى اهي. بعد ما حطيت كوبايتين مية هحط بقى كوباية سكر بالشكل ده، هنقلبها بقى بالشكل ده كده. هي خلاص دخلت في السوا اهو، هي السكر بس اللي كان نحطه مع المية نخليها بقى تكمل سواها ونجهز مع بعض. زي ما احنا شايفين كده حبايبي البطاطا استوت ونشفت في الحلة. انا جبتها في طبق تاني، هستخدم عليها معلقتين كريم شانتيه بالشكل ده كده. لو مش عندك كريم شانتيه استعملي معلقتين لبن بودر، وهنحط حوالي معلقة كبيرة زبدة. طبعا البطاطا لسه دافية والزبدة هتسيح في قلبها اهي. نبدأ بقى نقلبها بالشكل ده. بصوا حبايبي قلبنا قوي الكريم شانتيه مع معلقه الزبده بالشكل ده، هنسيبها بقى ويلا نجهز الكريم كراميل مع بعض. بصوا حبايبي هنعمل بقى الكريم كراميل مع بعض. كريم كراميل دريم زي ما انتم شايفين كده، ده كان عرض جايباه من الفرجاني، كان 2 في 1. هناخد بس الكياس اللي جوه وهنسيب الكراميل هنستعمله برده. بصوا كده ده قيمة كيلو لبن، الكيس بياخد كوبايتين لبن. هننزل بقى بالكيسين بالشكل ده، كيلو لبن حوالي 4 كوبايات من اللبن. ونبدأ بقى نرفع عليه النار، نرفعه على النار ونبدأ نقلب بالراحة كده لحد ما ياخد القوام بتاع المهلبية الجميل ده من غير اي اضافات يا جماعه، ولا سكر ولا اي حاجه. لاحظوا لسه هنعمل الكريم كراميل، الكراميل بالسكر ومعانا البطاطا كنا محلين. بصوا حبيبي ما شاء الله على نار هاديه بقى كده اخذ القوام الجميل معانا، قوام المهلبيه اهو زي ما انتم شايفين. هنطفي بقى عليه ونجهز مع بعض السكر المكرمل على ما ده شويه. بصوا حبايبي معانا طاسه زي ما انتم شايفين كده او حل اي حاجه. هننزل بقى كوبايه سكر بالشكل ده كده ومولعين عليها النار، نسيبها بقى تتكرمل كده بالراحه. ومجهزين كوبايه لبن وهناخد من هنا معلقه زبده، كله جاهز معانا اهو. بصوا حبيبي تابعوا معايا افضل طريقه تعملي بيها الكراميل. السكر المكرمل اهو بيبدا يسيح من الجناب زي ما انتم شايفين كده، زي ما احنا شايفين كده بدا حبايبي يسيح معانا. هنا ما حطيتش ميه ولا اي حاجه، بدا يتكرمل معانا. اوطي النار عليه عشان ما يتحرقش بالراحه كده، هو عايز نار هاديه. استنى بقى لما ياخد اللون الجميل اللي هو الذهبي ده زي ما احنا شايفين، اول لون البني الفاتح بالشكل ده كده. نقلب بس كده عشان نتاكد ان كله صح معانا. بصوا حبايبي بدا يسيح معانا زي ما احنا شايفين. هنزل بقى بمكعب كده زبده قيمه معلقه بالشكل ده،
وابدا اقلل قوي، خلي بالك عشان السكر بيبقى سخن جدا. نقلب بالشكل ده كده حبايبي اهو. الطريقه دي يا جماعه طريقه الشيف يسري، كان عاملها على قناه الحياه وقلت اعملها معاكم اهي. ما شاء الله بتبقى حلوه جدا يا جماعه. بصوا حبايبي بدات الزبده تسيح معانا اهي، نستنى بس لما تسيح خالص وبعد كده ننزل بكوبايه بنص كوبايه اللبن، يبقى نص كوبايه لبن، معلقه زبده كبيره، وكوبايه سكر، وسنه فانيليا، احلى كراميل تستخدميه لاي حلويات انت عايزاه. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، هننزل بقى كده اهو باللبن، ما تخافيش بيمسك عادي برضو، وبعد كده بالسخونيه بالتسخين والتقليب بيفك معانا. بصوا ما تقلقوش خالص، احنا كده تمام اهو. هنبدا بقى نقلب فيه واحده واحده كده على نار هاديه لحد ما كل السكر ده يدوب ويتداخل مع اللبن اهو. ما تعليش عليه النار عشان ما يمررش منك وما يسودش اهو. كل ده على نار هاديه كده، واحنا بقى بنسيحه كده هنحط سنه فانيليا، لو عندك فانيليا سايله ماشي، انا المتوسط. بصوا حبايبي هنحط سنه فانيليا زي ما انت شايفه كده، لو عندك سايله ماشي. في نفس الوقت اللي نقلب بقى كده اهو، بصوا حبايبي زي ما قلت لكم بنبدا بقى نقلب حلو قوي كده. زي ما انتم شايفين كده الكراميل كله ساح معانا اهو، السكر كرمل وبقى زي الفل وتدخل في اللبن. طبيعي هو مسك اول ما حطيتي كده اللبن، لانك بتحطي حاجه بارده على حاجه سخنه قوي اهي كده. داب معانا كل السكر، فاضل بس حته صغيره اهي بدات تدوب معانا، اللي هي في المعلقه دي زي ما انتم شايفين، وبرده كله على نار هاديه وبالراحه كده اهو. كده جاهز معانا خلاص اهو. بصوا حبايبي الكراميل جهز معانا، هبدا بقى فاكرين الكياس اللي كانت جايه مع الكريم كراميل، هبدا انزل بيها كده اهو عليه عادي خالص لانه عسل اهو بالشكل ده، ونقلب برده. انا هكتفي بكيس واحد من الكيسين اللي كانوا في العلبه عشان ما يغمقش اللون اكتر من كده. انا طفيت، هو ده اللون المطلوب يا جماعه، البني الفاتح ده اهو. وكده جهز الكراميل معانا، ويلا نزوق البطاطا. زي ما احنا شايفين كده حبايبي البطاطا بالكريم شانتيه والزبده جاهزين معايا، وجهزت بقى الكاسات اللي انا هقدم فيها، ومعانا هنا الكريم كراميل وده السكر اللي مكرمل بالشكل ده. يلا بقى حبايبي نشوف هنقدم ازاي مع بعض. بصوا حبايبي انا عملت اربع كاسات. بعمل ازاي؟ ببدا بقى اخد البطاطا اللي بالكريم شانتيه و الزبده كطبقه اولانيه كده، واخد طبقه كريم كراميل اهو، وانزل بقى بالسكر المكرمل عليها بشكل عشوائي كده اهو، ونرجع تاني ناخد طبقة بطاطا. اعمليها رقات كده، قدميها بقى زي ما انت عايز، رق بطاطا ورق كريم كراميل ورق سكر مكرمل بالشكل ده اهو. تاني على خفيف بقى عشان الكاس اتملى بالشكل ده كده، ومعلقة سكر مكرمل اهو بالشكل ده، ونبدا بقى نحط شويه مكسرات، اي مكسرات عندك اهي.
كده حبايبي بيبقى الشكل النهائي للبطاطا بالكريم كراميل. تمت الحمد لله على خير، جميلة جدا. شكرا شيف يسري، بجد تسلم ايدك، وصفة جميلة وممتازة بجد يا جماعة، طعمها رائع جدا، العيال ما شاء الله بيشكروا فيها. لو انتوا بقى يا حبيبي لسه ما اشتركتوش في القناة، ياريت تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.